أسعد الله مساءكم، أهلا بكم عبر قنواتي التلفزيون الجزائري في حديث متجدد عبر الشوط الثالث، وفيه حديث عن كرة القدم الجزائرية، حديث عن المنتخب الوطني الأول ومنتخب المحليين، وحديث عن أسبوع قبل بداية البطولة المحترفة التي ستعود للدوران. اليوم سنتحدث أيضا عن رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية مع دخول ممثلي الجزائر بالقوة الثانية بالنسبة لشبيبة الثورة وشبيبة القبائل العائدان بفوزين مهمين في بداية المشوار مع تعثر أول بالنسبة لشباب بلوزداد الذي سقط مرة أخرى أمام أساك ميموزا، وفي العودة حديث آخر بالنسبة للفريق. سنتحدث أيضا عن آخر تحضيرات الأندية الجزائرية قبيلة بداية البطولة، سنتحدث مع خبرائنا ومحللينا، والبداية من خبير التحكيم بالتلفزيون الجزائري محمد زكريني. مساء الخير. مساء الخير محمد، جمهورنا الرياضي الكريم وتتبعي قنوات التلفزيون الجزائري، السلام عليكم. والأكيد أن محمد زكريني منتشي بفوز مهم جدا بالنسبة لشبيبة القبائل. يعني فوز خارج الديار بهدف مقابل صفر، وإن كانت مباراة صعبة والتحكيم كان جيد بكل صراحة من طرف التونسي هيثم قيرات، يعني مبروك شبيبة القبائل، مبروك كذلك شبيبة الثورة، مبروك، وإن شاء الله نتمناه في العودة شباب بلوزداد يرجع، ونتمناه الفوز إن شاء الله لشبيبة وفاق سطيف غدا إن شاء الله. طبعا زمن البرنامج انتهى بالطريقة هذه. أيضا محلل التلفزيون الجزائري الكابيتانو والموندياليتو فريد ملولي، مرحبا، مساء الخير، وكيف هالسطيف؟ مساء النور أخ محمد، مساء النور على كل مشاهدي حصة الشوط الثالث. والله الحمد لله سطيف راهي مليحة لاباس، نتمنى إن شاء الله غدوة يعودوا لنا بنتيجة إيجابية إن شاء الله من واشت بإذن الله تعالى. طبعا هو ما نتمنى. أيضا حديث عن فريق الموسم البارط وفي المواسم الثلاثة الأخيرة يصنع الحدث كما يجب رغم قلة الإمكانات، إلا أن للفريق رئيس مكافح يسهر على كل صغيرة وكبيرة. بالأمس القريب لعب الفريق نهائي كأس الرابطة الأول في تاريخه، وكان قاب قوسين أو أدنى من تمثيل الجزائر إفريقيا قاريا وأيضا من التتويج. الأمر يتعلق بعز الدين بن ناصر رئيس نجم مقرى، مرحبا بك رئيس. مساء الخير ليك خويا محمد، ومساء الخير لكل المشاهدين الكرام، وإن شاء الله نكونوا خفيفي الظل إن شاء الله في الحصة بإذن الله تعالى. طبعا لا تزال تكافح وسنستمر نكافح بإذن الله تعالى، سنحتفظ بكلمة سنستمر بالكفاح من أجل فريق نجم مقرى، هكذا قال الرئيس. الضيف أيضا هو لاعب من خيرة لاعبين الشباب في البطولة الوطنية، الأمر يتعلق بأكاديمية بتكوين بمستوى آخر ببعد آخر لكرة القدم، وهو اليوم أيضا في المنتخب الوطني للمحليين مدافع أيمن يجيد تسجيل المخالفات المباشرة، وهو بكل بساطة لاعب يشبه في لقبه لقب الناخب الوطني. الأمر يتعلق بأيمن بوغرة من أتلتيك بارادو، مرحبا بك أيمن. السلام عليكم، شكرا على حسن الاستضافة، وإن شاء الله نكون خفاف عليكم وعلى المشاهدين إن شاء الله. مرحبا بك. طبعا للحديث بقية هناك بالباهية وهران مع واحد من خيرة المدربين، درب في شبيبة القبائل، في اتحاد الجزائر، في اتحاد بالسكرة، في فرق وفرق وله باع في التدريب ليحط الرحالة بالباهية وهران مع فريق كبير أيضا يتعلق الأمر بمولودية وهران. مساء الخير عز الدين أيجودي، كيف هو الحالة هناك؟ مساء الخير أخ محمد، إخوان الضيوف محمد سي عز الدين سي بوغرا وسي فريد ملولي المحلل المحترم، إخواني المشاهدين تحية من وهران. أظن الأمور باردة شوية هذا اليوم، هذا العشية كما نقولوا احنا. وستعود للبطولة حرارتها بإذن الله تعالى نهاية هذا الأسبوع، البداية ستكون معكم طبعا. نعم، يعني هكذا برمجت الجولة الأولى في قسنطينة يوم 22، إن شاء الله نتمنى أن نكون في مستوى الحدث، في مستوى بداية هذا البطولة
يعني اللي اشتقنا لها رغم الظروف الصعبه تاع كل فرق، رانا نعرفوا يعني حنا رانا في تحضيرات ولنا اخبار وامور نعرفها على كل فريق، فنتمنى ان الاشياء تتحسن ان شاء الله حتى يعني ندخل البطوله محترمين باذن الله تعالى. طبعا هو الامر المنتظر بالنسبه للفريق هناك بوهران وهنا بالمركزية. حديث ذو شجون سيكون مع كل الفرق مع تحضيراتها مع المنتخب الوطني الجزائري أيضا الذي يواصل تحطيم الأرقام القياسية، والبداية من الدقيقة الثالثة. طبعا يحيى أولاد بلادي دائما وأبدا للراحل الكبير أحد أيقونات الفن الجزائري، يتعلق الأمر بربح درياسة، وسنكون بإذن الله تعالى دائما رابحين لكرة القدم للرياضة الجزائرية، خاصة مع توالي انتصارات المنتخب الوطني في انتظار التعرف على المنافس في المباراة الفاصلة. ربما استبقنا الأحداث، لكن مباراتي جيبوتي وبوركينا فاسو بإذن الله تعالى ستكونان خطوتين أخرتين في مسار الذهاب إلى المباراة الفاصلة، والقرعة ستكون قبيل كأس العرب في الدوحة يوم 18 من ديسمبر المقبل بإذن الله تعالى، على أن نتعرف بعدها أو قبلها على الترتيب وأصحاب المراتب الخمسة الأولى وفقا لترتيب الفيفا. ملولي منتخب الوطني واضح أنه حاليا في منحى آخر في بعد آخر بعد 31 فوز يحطم الرقم تلو الرقم. بالأمس تحدثنا عن رقم المنتخب الفرنسي ثم المنتخب الإيطالي، اليوم نتحدث عن أرقام أخرى في القريب إن شاء الله. لا، المنتخب الوطني يحطم في أرقام الواحدة والأخرى، وإن شاء الله ليكتفي بهذا. إن شاء الله دائما يحطم الأرقام الكبيرة. الآن هو في 31 مباراة، المنتخب الإيطالي على بعد 5 مباريات. نتمنى إن شاء الله المنتخب يوصل في هذا المنحة التصاعدي، لما لا يحطم الرقم الإيطالي والدخول إلى الموسوعة إن شاء الله بإذن الله تعالى. ذكريني، هناك حديث عن ترتيب الفيفا، عن تغيير في ترتيب الفيفا، حديث عن أن المنتخب الوطني الجزائري نال بعد الفوزين أمام النيجر ذهابا وإيابا ما بين 10 إلى 11 نقطة فقط، وهناك حديث عن ترتيب قد يتغير ليكون المنتخب الوطني الجزائري رابعا في إفريقيا. طبعا الأمر الذي لا نتمناه، ولو أنه حتى رابعا سيستفيد من أفضلية اللعب هنا في مباراة العودة. نعم محمد، هو الأهم هو الفيفا ستعتمد على تصنيف شهر نوفمبر. نعم. بإذن الله، ونكون قد لعبنا مباراة جيبوتي. نعم. هو الأهم بالقاهرة بملعب نعرفه جدا. نعم، هو الدفاع الجوي. الدفاع الجو، وهناك من يقولون أنه في استاد القاهرة الدولي، يعني رسميا هو اثنان مربوحان. اثنان مربوحان، اثنين مربوحان. هي الفيفا ستأخذ بطبيعة الحال تصنيف شهر نوفمبر. نعم. ويعني بعد مباراة جيبوتي، الآن نحن نحتل المرتبة الثالثة. نعم. بعد السنغال وبعد تونس. نعم. تأتي الجزائر في المرتبة 30، لهذا أنا والأمر الغريب أنه فزنا عليهم بالإثنين، لأن كنا رايحين نصعد برتبة. هي تعادل بوركينا فاسو في هذا هو اللي خلانا مندوش أكثر من النقاط. نعم. لابد أن نكون نعرف كل الحيثيات. لهذا أنا متأكد أن قد في شهر نوفمبر لا تحتل الجزائر لا المرتبة الرابعة ولا ستكون من بين 3 مراتب الأولى. يعني ترتيبيا ستكون من بين 3، والفيفا تحتاج إلى 5 مراتب الأولى. لماذا 5 المراتب الأولى؟ لكي تكون مباراة الذهاب عند الفريق الآخر ومباراة العودة عند الخمس الأوائل تلعبها في بلدك. لهذا أنا متفائل إن شاء الله بالمنتخب الوطني الجزائري التي ستكون ترتيبه في شهر نوفمبر من بين 5 الأوائل في إفريقيا بإذن الله تعالى. طبعا الناخب الوطني جمال بالماضي قال أنه لن يهتم بمن سيكون في المباراة الفاصلة ما دام أن المنتخب الوطني في منحة تصاعدي مباراة بمباراة، لنكون حاضرين بإذن الله في أتم الجاهزية للمباراة. نذهب مباشرة إلى تصريحات العدد. Je vais te donner, c'est pas un conseil. Je suis pas là de ma position. Reste tout ce qui comporte le championnat, ça m'intéresse pas. Mais quand il s'agit d'un pays, il faut faire attention. Excusez-moi de vous couper parce que il y a Islem Slimani. Qui a... Tout simplement, il y a même pas besoin de faire trop de discussions. Moi, si Andy n'était pas venu vous en parler.
ça c'est la grosse blague de l'année, ça. Ça il faut pas passer à côté de, faut pas passer à côté des choses comme ça et dire des énormités comme ça. Ça vous voyez, là vous le dites comme ça d'un ton assez simpliste. C'est ce qu'il dit lui. Voilà le culot qui n'a pas de limite. Donc ça nous on n'accepte pas ça. On va jouer sur 40 degrés au Niger avec des conditions exécrables. On va se taper pour toute l'Afrique pendant toutes ces. طبعا اخترنا في هذا العدد ان تكون تصريحات العدد خاصه بجمله التصريحات التي تحدث فيها الناخب الوطني الجزائري لاحدى القنوات الفرنسيه مباشره بعد نهايه مباراه النيجر العوده بعد الفوز الكاسح للمنتخب الوطني الجزائري. قال الناخب الوطني ما يجب ان يقال بالنسبه للنجم الدولي الفرنسي السابق جيروم روتان، تحدث عن موضوع ديلور مره اخرى ووضع النقاط على الحروف. إليك فريد، ربما تصريح أو المقطع الذي شدك في هذه التصريحات. لا، هم كل المقاطع يشدوا، خاصة الواحد تلو الآخر، لأنه كثير من المقاطع تكلم عليهم الناخب الوطني وتكلم الصحافة الوطنية والصحافة الجزائرية في مباراة الذهب، قبل مباراة الذهب مع النيجر، وتكلم مع القناة الفرنسية بعد المباراة الإياب. لما رد على اللاعب الفرنسي السابق جيروم روتان، ولما رد كذلك على تصريحات المدرب الفرنسي. نعم. ولما قال لما يتعلق الامر بالبلد فالكلام يقف. اكيد. نعم. وهذا الكلام الذي اعجبني في الناخب الوطني جمال بالماضي، ولما تكلم كذلك على اسلام سيماني. لما حطوا له امور، لما اتصل به فريق نيس واعطوا له بند وقال شروط وبند في العقد ما يسمحلوش باش يلعب كاس افريقيا، قال له لا، خير المنتخب الوطني وريح في اليوم. ولما تكلم كذلك لما قال انها نكته العام وهذا غباء من اللاعب اوندي ديرون، لما يرفض المنتخب ويجلس في نيس. المنافسه في نيس اوكي، والمنافسه في الجزائر لا، لماذا؟ وكل هذا لا يصب في مصلحه اللاعب، لانه كاس افريقيا اللاعب الذي ظهر نعم بقميص المنتخب تحت المباراة. نعم. وكأس العالم، ولما قال أنا ألعب في النيجر تحت 40 درجة، اللاعب يلعب تحت 40 درجة ويأتي كالعروس علشان يلعب المونديريتو. لا، كأس العالم للأندية. كأس العالم للمنتخبات. للمنتخبات 2022 في قطر. لا، نظن بلي هذا غباء من اللاعب وغباء من إدارة نيس، وكل الشكر للناخب الوطني الذي حفظ ماء وجه الجزائر وماء وجه لاعبيه. طيب أيمن، بالنسبة لك تصريح مقطع، ما عندك حتى مقطع. طيب هنا نعطيك سؤال بطريقة أخرى، لو لعبت في فريق أجنبي خيرك بين شروط معينه مقابل الالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري، كيف يكون رد فعلك؟ بيسوك نخير المنتخب الجزائري بلا ما نخمم. هذه الاجابه في 10 ثواني كافيه وشفيه. الرئيس عز الدين بن نصر، تعليقك عن التصريحات. تصريحات الناخب الوطني كلها دروس، يعني مش من الاول ولا مش من غير هذه فقط، ولكن هذه كانت رساله للجميع، لاعبين، الناس اللي راهي تنتقد في الفريق الوطني وغيرها. ديلور كان صريح معاه، يعني كان يعني كما نقولوا تقصت العلاقات، يعني انتهت المسيره نتاع ديلور. كان صارم معه وهذه رساله للجميع مش غير ديلور فقط. الصرامه تاتي قبل اي شيء، تاتي قبل كل شيء، وخاصه يعني نتاع القضيه تاع اسلام سليماني كذلك. الانسان واحد يلعب 40 درجه اهل المنتخب ومن بعد تجي تلقاه انت واجده، يعني اللي راه يفكر يعني باه يجي من بعد اننا ممكن تكون هناك لاعبين اخرين اللي ما يكافحش معنا في التصفيات مش راح يكون معنا من بعد. اكيد قبل الذهاب عند محمد زكريني نذهب عند عز الدين ايجودي، استمعت للتصريحات، اكيد انك على درايه بها، كيف تعلق عليها؟ ولكن لا ننسى ان يعني كيفيه مجيء اندي دولور الى الجزائر وهذا السيناريوهات اللي عشناها يعني معه، فانا لم اتفاجأ بقدر ما يعني نعرف ان اللاعب كان حيلي اكثر في تسييره للوضع، ربما كان قادر يعتذر بلباقة، يعتذر إلى الجمهور الجزائري، ولكنه أراد أن يفتعل أمور أخرى. ف
فكما نقولوا احنا بين بالدرجه تاعنا خلصها غاليه كما نقولوا احنا ما احنا ثاني ما ناش محتاجين الى منتخب ما عندوش وش يخسر عز الدين بحكم او بقدر ما عندنا يعني عندنا لاعبين في هذا المستوى احسن منه اكيد عز الدين يجودي محمد زكريني بالنسبه اليك والله خاصة بعد تصريحات مدرب نادي نيس قاليت نعم أنا هذه اللي كنت راح أركز على هذه لأن كل هذه الأشياء هو التكالب على ما يحدث في المنتخب الوطني الجزائري على قوة المنتخب الوطني الجزائري على الجزائر بصفة عامة كل الناس تتكالب كيفاش الجزائر وصلت إلى هذه الدرجة لهذا جمال بلماضي أرد أكثر ما ردش لديلور اللي أنا ديلور اللاعب اليوم ما تجيش رد للذين يحرضون وراء ستار نعم. كما قدروش خرجوا مباشرة إلى قاليت تعتقد أنه تحطيم رقم المنتخب الفرنسي عنده علاقة؟ بطبيعة أنا أقول وسترى مستقبلا تحطيم الأرقام القياسية الأخرى ليس من السهل بلد عربي وبلد إفريقي يزاحم الكبار لكي يصبح هو كبير ليس كبير بين الكبار ويفوز على كولومبيا بليل بثلاثية كاملة ليس من السهل لن تتركك كل هذه الهجمات على المنتخب الوطني وخاصة على جمال بلماضي ولكن أنا أحيي جمال بلماضي على قوة شخصيته على الرد العنيف والرد في محله وفي مكانه للمدرب الفرنسي لأن أعطاه رد رياضيا وفي نفس الوقت سياسيا نعم. البلد خط أحمر الجزائر لن نسمح لك أنت ولغيرك بالمساس بالجزائر الذي يريد دولور هو الذي استفاد من الجزائر نعم. الجزائر لم تستفد من دولور دولور دار اسم هنا في الجزائر لأنه كما قال عز نيجودي حيلي كان يجري بالباسبور تاعه باش يجي يلعب في المنتخب الوطني هو اللي كان يجري لما جاء دار اسم حب يروح من الفريق الوطني بطريقة أو بأخرى كاينين عندنا 1000 ديلور واحد اخرين ان شاء الله في المستقبل اهم نقطه بالنسبه لي في التصريح والله زعفت يعني نعطيك اهم نقطه بعيدا عن كلمه احذرك من استعمال بعض المصطلحات لانه الامر يتعلق بمنتخب بوطن عجبني التصريح كان على دولار الحديث في الصحافه الجزائريه وهذا دائما انا عمري ما زلت لحد الساعه ما زال ما شفتش لاعب اللي راه تحت رايه جمال بلماضي يتحدث في القنوات الاجنبيه او في الاذاعات او في الجرائد بدون اذن من جمال بلماضي نعم. ان اردت ان تتحدث فتعال الى الجزائر وتكلم ما شئت في الجزائر كل القنوات الجزائريه مفتوحه لك نعم. لماذا تذهب الى فرنسا وتتحدث في فرنسا وتدير يعني من الجبل خرج منها فار حتى نغلق هذا الموضوع هذا الملف دائما ما كانت قنوات التلفزيون الجزائري مفتوحه للمنتخب الوطني بعيدا عن الشراكه الحصريه التاريخيه التي تجمع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم بمختلف قنوات التلفزيون الجزائري بهذه المؤسسه التي دائما ما تطلب من الاتحاديه عمل حوارات مع لاعبينا اينما كانوا لانهم جزائريين هنا وهناك هذا هو الامر المطلوب الاول ولذلك دائما ما يرافق التلفزيون الجزائري الاتحاديه والمنتخبات الوطنيه كامله وايضا يقف عند فرضيات القرعه المنتظره بالدوحه القطريه في هذا الموضوع مع الزميل بلال بناري الختام الناخب الوطني جمال بلماضي وفي آخر خرجة له أثنى على أشباله كل باسمه مؤكدا مواصلة المهمة لا نستبق الأحداث المنتخب الوطني عليه أن يخطف بطاقة مجموعته و... بلال بناري اليوم تمر 3 أعوام كاملة عن آخر خسارة للمنتخب الوطني بالبنين في كوتونو في تصفية كأس إفريقيا وبعدها لم نرى أي خسارة وبإذن الله تعالى ستستمر المسيرة من أجل تحطيم أرقام قياسية أخرى فريد مدولي لو قلت لك عدد مكاسب المنتخب الوطني في آخر مباراتين أمام النيجر ذهبا وإيابا كان 5 مكاسب كان نعطيك أنا واحد 3 مكاسب نعم. هي شخصية الناخب الوطني نعم. التي ظهرت مؤخرا في المنتخب والتي ظهرت للعلن لأنها كانت والآن ظهرت للعلن الثلاث لاعبين اللي شفناهم أثبتوا نجاحهم ودخولهم كان موفق إلى حد بعيد اكتشاف البدائل في المستوى نعم لبوداوي زرقان وعمورة نعم
دخول عمورة والفوز الساحق للمنتخب في النيجر. نعم قوة هجومية ضاربة. ضاربة جدا وحتى الدفاع متناسق مع بعض في كم الخطوط ثلاث. زيدك زوج؟ نعم تفضل. الفوز خارج الديار؟ نعم في النيجر نعم. هذا الرابع والنقطة الخامسة هي سليماني. تحطيم الرقم. الرقم القياس. لنحييه بهذه المناسبة ونحييه اللاعب عبد الحفيظ تصفوت. نعم. أكيد نحييهم. لاثنين ونروح مباشرة إلى أيمن بوقرة. أيمن لاعب في المنتخب الوطني للمحليين وشاهد في نفس الوقت بعض اللاعبين اللي كانوا معك عمورة مثلا في المنتخب الوطني الأول، ماذا يعني لك؟ بون نشكر الكوتش ماجد بوقرة على الثقة اللي دارها فيا باش كنت معهم في لي لوكو. وعمورة باكم كامل تعرفوه دوكا كان معنا ثاني وين دار دا سيزون مليحه في الصيف وكما يقول لك كامل يهضروا عليه ماشي غير انا نهضر عليه ان شاء الله كما يقول لك يضمن مكانته مع الفريق الاول ان شاء الله وان شاء الله نزيد من التالق ان شاء الله ان شاء الله. اليوم راك في عمر 24 عام الله يبارك. بالامس القريب فقط كان لاعبين في البطوله الوطنيه في الجزائر ما يطمحوش للعب في المنتخب الاول، عاد هذا الحلم بيناتكم كلاعبين واش تحدثوا على هذا الامور كي تشوف لاعبين نصفهم تقريبا من خريجي البطوله الوطنيه في المنتخب الوطني الاول؟ ينسي طموح هذوك تاع اللاعب الجزائري باش يكون في الفريق الاول تاع مع الماضي وطموح الثاني اللي راهم كامل انهم يروحوا ان شاء الله يحترفوا برا ان شاء الله باذن الله تعالى. رئيس كرئيس لنادي اكيد انك سرحت عديد اللاعبين كان عندهم مكان في المنتخب الوطني للمحليين، كيف ترى هذا الموضوع خاصه بوجود منتخب وطني للمحليين سنتحدث عنه أربعة مباريات أربعة على أربعة في نفس الوقت تواجد اللاعب المحلي بقوة في المنتخب الأول؟ معنى الثقة نتاع الناخب الوطني الأول هذه الحقيقة، يعني كل واحد اللي يطمح به يكون ولا اللي يخدم يقدر يكون في الفريق الوطني. دليل على ذلك احنا عندنا ثلاث تشكيلات أو أربع تشكيلات في الفريق الوطني الأول، يعني حوالي 50 لاعب راهي موجودة في الفريق الوطني الأول، يعني مش من السهل أن الفريق الوطني يعني راح تكون يعني لازم هذا يكونوا هذا اللي راحوا خرجوا خاصة اللي راهم موجودين في المنتخب سبعة أو ثمان لاعبين هذم تكون يديروهم قدوة هذم اللاعبين ويخدموا. ما يخفلكش احنا عندنا لاعبين، انت قلت سرحنا ما سرحتش انا اللاعبين سنة عندي سرحت لاعبين كم؟ 17 لاعب انا شديت سنة شديت 17 لاعب هذه هي فيها كاين وش حراحوا الرئيس؟ ممكن اللاعبين اللي العايب اللي راح يشرغوا من العيد بلاده فقط اللي ممكن يعني بوحلفايا اللي راح الوفاق انا نتحدث على بوحلفايا لانه من احسن حراس البطولة الوطنية طبعا بوحلفايا هذا كما يقولوا شوان تاعو يعني انا ما نقدرش عندي هذه السياسه تاعي انا ما نقدرش نقبض لاعب مش حب يلعب في مقرى واثنين حب يعني يكون يعني كانت عده عروض سواء الصاوره سواء شباب قسنطينه سواء مدينه العاصمه وغيرها من العروض ولكن هو اختار وفاق سطيف وكان العرض الاقل بالنسبه لنا احنا ودي على ذلك انني يعني العرض الاقل بالنسبه لكم ماليا ماليا مع ذلك سرحتوه هذه العلاقه التاريخيه بين مقرى وسطيف لا استجابوا لطلب اللاعب طلب اللاعب استجبنا لطلب اللاعب لماذا؟ لان ممكن اللي كانت احسن عرض هو كان عرض الثوره ولكن اللاعب يعني مش ما حبش ممكن كان واعبك الاب نتاعو متوفي عنده امه فقط القرب المسافه كذلك لغير ذلك وكذلك حب هو يلعب في سطيف وحنا يعني لبينا له الطلب نتاعو بكل فرح وسرور ومازالت العلاقات تاعنا معاه لحد الان لاباس بها. هناك لاعبين اللي يستاهلوا يكونوا في الفريق الوطني بوشوارب يعني المكانه نتاعو في الفريق الوطني المحليه يعني من بين احسن اللاعبين المهاجمين في البطوله الوطنيه حقيقه يعني كانت عنده عده عروض ولكن ما مشاتش وجدد معنا موسمين جايين ان شاء الله وراح يكون هو المفاجاه الموسم هذا ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا عزدين بن ناصر دائما ما يخفي المفاجات بعدما تمرس الفريق في المحترف الاول، طبعا دائما مع المحترف الاول ومع احد ابرز اللاعبين في سيره المنتخب الوطني الجزائري يتعلق الامر بمدافع صلب ايضا هو سمير زاوي الذي خص التلفزيون الجزائري بتصريحين عن المنتخب الوطني، نستمع للتصريح الاول.
الناس كاع كانت متخوفة من مقابلة النيجر، صحيح هي كي تشوف الأداء تاع الفريق النيجر في الشوط الأول في شاكر شوية تخاف، لكن المقابلة الفاصلة حتكون مع بوركينا فاسو في ميداننا، بالك أن كي فزنا في النيجر راح التعادل يكفينا. أنا نقول باللي ما نحقرو الآخر ما نحقروش هذه بوركينا فاسو، لكن حقيقة الفريق تاعنا فريق قوي، راه نورمالمون نتأهلوا بالك قبل مقابلة العودة، لكن معليش كل عطلة فيها خير. أنا نقول باللي راح نفوت إن شاء الله للدور القادم، والدور الفاصل هو اللي راح يكون صعيب لأنه راح نتلاقى مع فرق قوية، ونقولها ونعاودها أكثر المونشاني نشوف بعض المقابلات اللي راهم صدير فافورين. نقول باللي المنتخب السنغالي ومنتخبنا وبلك شويه المنتخب المصري. انا نقول باللي ان شاء الله فتنا للدور القادم راح ان شاء الله نكون في قطر 22 طبعا باذن الله تعالى، وهو ما نتمنى للمنتخب الوطني. المدرب الحالي لاولمبيا اشرف واللاعب الدولي الاسبق سمير زاوي تحدث ايضا عن تحطيم اسلام سليماني للرقم القياسي ووصوله ل 37 هدفا، وقال ايضا في ميكروفون التلفزيون الجزائري بتوقيع الزميل سفيان مهدي. سليماني وصل حطم رقم تصفاوت اللاعب الكبير، يعني تصفاوته طول بزاف في الركور تاعو، معليش وبليطار بالك يجي واحد اخر مليحه، باسكو انا نقول عدد 36 و37 عدد قليل بارابور كي تشوف منتخب. انا نقول باللي كاين مهاجمين راح من يكونوا قدام، راح يكونوا فاني دي كونكيرون تاع سليماني. طبعا تصريحات سمير زاوي كانت واضحه مقتطبه ومباشره، ومباشره إلى عز الدين أيجودي بالباهية. وهران عز الدين أيجودي، استمعت لتصريحات سمير زاوي، لك أن تعلق. أولا قال أن الدور الفاصل سيكون هو الأصعب، وأن بوركينا فاسو سنمر عليها بإذن الله تعالى مرور الكرام، وتحدث أيضا عن تحطيم إسلام سليماني للرقم القياسي، وقال أن المهمة قد تكون سهلة لبعض المهاجمين مثلا بغداد بونجح. أنا للتاريخ فقط أظن أن كنت حاضر في 4-0 في ناميبيا في 2001 مع سعد حميد زوبا شفاه الله ربي يشفيه إن شاء الله، وسجلنا فوز ساحق في هذه الفترة، يعني إلا يعني للذكرى بحكم أنه ثاني تصفوت كان معنا في هذه الفترة. المهم نقول أن الفريق الوطني اليوم ينتعش، نبقاو متفائلين، ما نقولوش راح نتأهلوا بسهولة، ولكن قيمة الفريق الوطني الحالية المستوى أو الأداء اللي نطرحوه اليوم يعني صراحة يعني يخيف كل الخصوم تاعنا، فأظن أن يعني نبقاو مركزين بعيدين إن شاء الله. هذه كما نقولوا احنا افير دو لور، هذه تخرج وما نلقاوش نناقشوا كثير عليها، لان يعني صراحه السكينه في الفريق الوطني تخلينا نرفع اكثر المستوى، نرفع اكثر من مستوى تاع الفريق الوطني، وان شاء الله التاهل يكون حليفنا. فمره اخرى نهنيو سليماني، نهنيو المثابر، نهنيو المحارب، نهنيو واحد صابره ونال ما على صبره، يعني أظن هذا شيء درس جميل لكل شباننا لكل لاعبينا اللي يأسوا وتلقاه 22 23 سنة ويقول لك أنا كرهت أنا عييت، بقدر ما طول النفس يخليك تنجح مع الوقت. نتمنى أن يكون درسا لكل الشبان هذا. طبعا رسالة واضحة عز الدين أي جودي. أيضا هناك قصة أخرى لمنتخب آخر يصنع الحدث، وهو المنتخب الوطني للمحليين الذي لعب 4 مباريات كاملة وفاز 4-4، يعمل في صمت رغم تغير خارطته ورغم تغير تركيبته، بداية من المباراة الأولى أمام ليبيريا إلى آخر مباراة ببلوغين لعبها رفقاء أيمن بوغرا. بالنسبة لي حكاية المنتخب الوطني اليوم للمحليين، كيف وجدت نفسك في هذه التركيبة رغم أنه تتغير في كل مرة؟ ليست نفس التشكيلة اللي لعبت بها أول مباراة، ليست نفس التشكيلة التي استدعيت لأول تربص، اليوم فيه تشكيلة أخرى، رغم ذلك لا تزال النتيجة نفس طريقة العمل نفس الانضباط، ما هي ربما الأمور التي يصر عليها مجيد بوغرا؟ بون شكرا كما قلت لك
ثاني مرة مشبوك الثقة اللي دارها فيا باش نكون معهم. موفرنا كما يقول لك بزاف عفايس وين خلينا نكونوا مريحين معاه، وكما قالنا هو قالنا بلايس في ليكيب ناسيونال شغل شويه غاليه، يعني تسمى اللي يخدم راح يكون فيها، اللي ما يخدمش راح يعاود يزيد يخدم باش يعاود يزيد يكون فيها ان شاء الله. من ناحيه العمليه شي الامور اللي يصير عليها في العمل سيريو وتخدم وبريسينغ بزاف كما يقولها هو، يركز على البريسينغ بزاف و الجروب يحوس على الجروب. طيب عطينا يزيد بالكوت الصور التي يجب ان نقف عندها لبقرة الصغير ثم نعود. أيمن عطال لوصيف ثم أيمن بوقرة على الرواق الأيمن مدافع أيمن، في نفس الوقت فيه أربعة لاعبين من فريق أتليتيك بارادو، تطراوي موالي بوقرة وزروقي في المنتخب الوطني للمحلي، فيه أيضا أكثر من لاعبين وبولبينا، وفيه أكثر من أربعة لاعبين أيضا خريجي فريق أتليتيك بارادو في الفريق الأول. ماذا يعني هذا بالنسبة لك كلاعب في أتليتيك بارادو وللفريق أيضا؟ بون كيما 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 يقول لك بارادو معروفة دوليا وين يقول لك خزينة لاعبين، نشكرهم على كل حال من هما اللي خلونا نوصلوا هكذا، سواء في البانو سواء في التربية سواء في كل شيء. ورانا كيما قلت رانا في خمسة ثم حافز لينا ثاني باش نشوفوا ثاني صحابنا رانا مع بعضنا ثم نتفاهموا كامل، وإن شاء الله كيما يقول طموحاتنا باش نكونوا في الفريق الأول إن شاء الله. طموحاتكم حتى تكونوا في الفريق الأول. بالنسبة لعطال ونصيف، عطال مر على المنتخب الوطني الأول، تقريبا عندكم نفس البروفيل كلاعبين سواء عطال لوصيف أو بوقرة، كيف يتم الاشتغال على هذا على مستوى الأكاديمية؟ حي ويوسف عطال وهيثم لوصيف بالمناسبة، كما يقول لك كانوا معنا كنا كيف كيف كنا نخدموا، وكل واحد تلحق لاشونس تاعو وكل واحد يبرز ويبان ان شاء الله. شدوك شوية نورمال كل واحد قلت لك كل واحد تلحق لاشونس تاعو وكل واحد طبعا كل التوفيق بإذن الله تعالى. رئيس مثل هؤلاء اللاعبين الشباب نشوفوا في فريق نجم مقرة حتى معدل السن اليوم أو ينقص في كل مرة رغم وجود عامل الخبرة، خلاك بعد مرور السنوات في المحترف الأول تتأكد أن البطولة الوطنية الجزائرية كل مستوى متقارب، سياسة النجوم لا تفيد كرة القدم الجزائرية؟ طبعا خلك شوف الدليل على ذلك، شوف مولودية العاصمة مثلا فريق اللي يعتمد على شركة وطنية كما يقولوا صون أطراك، ولكن انتهج سياسة أخرى اللي هي سياسة ونحيوها عليها طبعا
وخاصة براهمية يعني أصر على السياسة نتاعو وراح ينجح فريق المولودية لأنه اعتمد كثير على الشبان وكذلك على بعض اللاعبين المغمورين. طبعا البطولة الجزائرية أنا تأكدت الرابطة المحترفة الأولى تختلف كثير على الرابطة الثانية عفوا القسم الوطني الثاني ومن بين الرابطات وغيرها، يعني عندها مستوى يعني محترم ومستوى خاصة الموسم هذا اللي فات، وراح تكون السنة يعني تكون موسم يكون مليح بزاف، يكون المستوى الفني وكذلك المستوى راح يكون يرتفع كثير خاصة بعد يعني اللاعبين اللي راهم خرجوا خارج البطولة الجزائرية في تونس وكذلك في فرنسا عفوا في اللي راحوا كذلك سويسرا وغيرها وهو اللي راحوا للخليج كذلك راح ترتفع مستوى كذلك النسق تاع البطولة راح تخلي اللاعبين هذا يعني يخدموا باه يحترفوا في الخارج ويحترفوا يكون عندهم كذلك، وكذلك الفريق المحلي اللي اعطى شونس كبيره وكذلك الاشراف الكبير تاع بالماضي اللي خلى اللاعبين هذم يكون عندهم تمنوا يعني رساله نوصلوها للبقره ما يبقاش غير في العاصمه فقط يتنقل خارج العاصمه يتنقل لينا احنا المقرى ولي ما لا يروح بالعباس عفوا يروح الغريزان يروح الوهران يروح كذا يتنقل بصراحة نعم يروح يجي يشوف أرواح أخويا لنا مازال مقرى لازم يجينا أبو قرى يشوف لأن عندنا لاعبين يستاهلوا يكونوا في الفريق الوطني وهذه حقيقة ماناش نقولوا فيها وراح يكونوا السنة إن شاء الله. احنا نعتمد دائما على السياسة نتاع الشبان هذه هي عندنا حوالي 5 لاعبين من الإسبوار اللي راهم يكونوا سنة في الأكابر وكذلك اللاعبين 99 98 97 الأغلبية نتاعهم فيهم بعض اللاعبين اللي لازم يكونوا كي الحاج بوكاش كي بورحله كي لتأطير المجموعة وراح يكونوا سند لهم ودائما تشوف كي تشوف الحاج بوكاش مثلا تنتهي التدريبات ويزيد يواصل نصف ساعة يقبض معه مجموعة الإنسان اللي يعني تشوف يعني تدريبات شاقة ولكن يبقى دائما يزيد يكمل في التدريبات وهذا الشيء اللي خلاه يكون. خليني أسألك سؤال، سمعنا تصريح للمدرب عباس عزيز عباس يقول أنه غير راضي عن بعض اللاعبين، ايضا لعبت 3 مباريات في تربص شلف، الفريق بدا في تربص بمدينه مقرى ثم بشلف، تعتقد انها سياسه خاصه من عزيز عباس وهل انتم جاهزون فعلا لبدايه البطوله؟ معنا ما يخفلكش احنا كي قبل ما تنتهي البطوله الموسم هذا تلاقينا مع عزيز عباس وكنا حطينا كما يقولوا نقاط الحروف وكذلك خارطة الطريق، يعني كنا اللاعبين ديجا اللي راح نشدوهم تكلمنا معاهم وكنا انتهينا بواحد زوج ثلاثة إلى غير ذلك، بعد ذلك الاستقدامات كنا شرفنا عليها مع بعض وهذا هو الاستقرار اللي نتكلموا عليه، يعني لازم استقرار في الطاقم الفني استقرار في اللاعبين، تعود عندك مثلا الوساطير تاع ليكيب 7 أو 8 لاعبين من الموسم اللي فات راح يكونوا في التشكيله الاساسيه بالمستقدمين الجدد كذلك اللي نقول يعني، ولكن هو يصر عباس كثير على الانضباط وكذلك الانضباط داخل في اللعب انضباط داخل المستطيل الاخضر انضباط تكتيكي هذا هو اللي يصر عليه عباس ويصر على ذلك ان على روح المجموعه هي اللي لازم تكون، احنا دائما نكون عندنا الجروب هذا هو الصح، كيعود عندك مجموعه اللي عندك لاعبين يعني عندهم دي ستار كيما يقولوا ما يكونش مجموعه ما تقدرش يعني دير عندك تشوف الفريق الوطني مثلا اللاعبين اللي موجودين في الفريق الوطني الحالي يقدروا يضحيوا على بالماضي بكل ما عندهم يعني يقدروا حتى يضحيوا على المنتخب على ثقافه المنتخب اللي غرسها بالماضي واللي غرسها نحكيك عليها انا يعني لا نقولوا عليها بالماضي لماذا؟ لانه هما عندهم القدوه نتاعهم هو بالماضي وقبل كل شيء هذا هو الجزائر، هما يضحيوا على الجزائر وتشوف الشيء مثلا تشوف مثلا دايا لاعبين سليمان يكون تقول له مثلا انت يعطيو لكم اموال الدنيا ويخلي الفريق الوطني، مستحيل راح يخلي الفريق الوطني والدليل ذلك ان غادي يروح الاموال الخليج يروح لكذا والشيء اللي كذا، ولكن فضل انه يبقى في المستوى العالي وهذا هو اللي خلى سليماني محبوب عند الجميع، وتشوفوا انت كي يدخل التيرا يرجع يدافع يرجع في لي كورنر يرجع في المخالف مكافح هذه اللي رغم ان مثلا الناس كيما قلت تنتقد اسلام سليماني وشوف مثلا انتقاد وين وصل اسلام سليماني وما راعيش هو وراه دائما شخصيه وخرج البطوله الوطنيه بدا من الصفر هذه اللي كان نرجعوا مثلا للقضيه تاع هو دائما عزيز عباس ما يرضاش بالقليل ودائما يخلي المجموعه كيما يقولوا تحس بال
بالشيء اللي راه ينتظرنا، وحنا الجاهزية تاع 100% مستحيل راح يكون دروك جاهزية، ولكن احنا نكونوا جاهزين ان شاء الله للبطوله على الاقل نقولوا 70-75% حتى 80% ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا كل التوفيق، اكيد انه الفريق الاسبق لاسلام سليماني دشنا اليوم الدور الثاني لرابطه الابطال الافريقيه، شباب بلوزات دشناها بخساره صعبه، لم يتجرح انصار الفريق امام اساك ميموزا الايفواري بثلاثيه لهدف كامل. فريق شفنا المباراه بداية كانت لصالح الفريق، لكنه بمرور الوقت لم يجد على الأقل ملامحه هجومية. نظن أن شباب الوزداد لم يستفد من التجارب السابقة. نعم، لأنه لما فريق يكون فايز خاصة في الدقائق الأولى، أربع الدقيقة الرابعة سوف يسجل بوشار الهدف الأول، الفريق لم يستطع الحفاظ على هذا المكسب من الخارج، وضد من؟ ضد الأفضل أكاديميات على المستوى الإفريقي اللي هي أساك ميموزا، واللي كل 10 سنوات يجدوا جيل وينازم يخرجوه يلعب في أوروبا. نظن باللي عندهم اليوم معرفش كيف يحافظ على المكسب هذا. إن شاء الله نتمنى لهم إن شاء الله في مباراة العودة الفوز 2-0 للمرور إن شاء الله لدور المجموعات. طيب ذكريني تحكيميا كيف جرت المباراة؟ فريق لم يظلم؟ لا يعني شفنا كانوا رباعي التحكيم من جيبوتي بقيادة أحمد سليمان، يعني ما كاش حاجة اللي كانت كما قال فريد، يعني بكل صراحة ميموزا فريق عالمي، كان يخرج لاعبين يدوهم أجاكس أمستردام، واحد كانوا اللاعبين كان واحدة من أكبر أكاديميات في إفريقيا، يعني الأكاديميات التقليدية يعني بكل صراحة، يعني لعبوا كرة نظيفة، لعب نظيف، يعني 3 أهداف. إن شاء الله احنا نتمنى وإن شاء الله في مباراة العودة وإن شاء الله ولما لا باستطاعة الرجوع في النتيجة والتأهل إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعود لك مباشرة فريد، إمكانية الفوز بهدفين لصفر في مباراة العودة متاحة بالنسبة للفريق؟ متاحة نعم، خاصة لما يتعلق الأمر بشباب بلوزداد. هذا الفريق اللي شفناه العام الموسم الماضي لاعب ببلوغين راح يكون عنده تأثير؟ راح يكون عنده تأثير نعم، لأن فريق أساك ميموزا هو يعتمد في اللعب تاعه على هو متكون تكوين هولندي طريقة لعبه، لأنه كلاسيكية ويضغطون على اللاعب خاصة بعد فقدانهم الكرة. نظن باللي الآن شباب بلوزداد يعرف طريقة لعب هذا الفريق اللي كان قبل هذه المباراة ما عندوش معطيات عليه كثيرة. نظن الآن كل معطيات وكل الأوراق مكشوفة بالنسبة لمدرب ولفريق شباب الوزداد. نظن باللي عندهم أكثر نسبة للمرور إلى الدور القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا ممثل الجزائر الثاني في هذه المنافسة وهو وفاق سطيف يستعدوا لخوض أيضا المباراة الثانية له في هذا الدور مع فريق نواضبو الموريتاني. المباراة ستكون هذا الأحد بإذن الله تعالى. مع كل الأماني للفريق الصطيفي للنصر بتحليق كعادته، نستمع لتصريحات بعض اللاعبين قبل السفرية إلى موريتانيا. تقريبا المجموعة على أقل المجموعة اللي موجودة في القائمة الإفريقية، لأنه في اللاعبين الجدد اللي تدبناهم ما همش معنيين بالمباراة هذه، دونك اللاعبين هذوما معنا جهزناهم وإن شاء الله جاهزين بإذن الله باش نعودوا بنتيجة إيجابية إن شاء الله. الماتش اللي فات أخذنا منه لعبة بالطبيعة درس لازم يكون لنا بيان سور، معنا فيرتو باش نرجعوا نتيجة إيجابية. وأنا بالنسبة لي أنا ديما هذا في البرنسيب نتاعي ديما معناها التصور نتاعي اللي الترشح يتلعب في مباراة الذهاب ما يلعبش في مباراة الرتور. احنا رانا مسافرين اليوم إن شاء الله باش نعودوا بنتيجة إيجابية، ونتيجة إيجابية إن شاء الله 3 بوان. احنا الكوتش قلنا باللي ما نطيحوش في الفخ اللي طحنا فيه الماتش الأخر تاع الشامبيونز ليغ تمهيدي. احنا محضرين بيا ورانا مسافرين إن شاء الله نجيبوا الفوز من موريتانيا إن شاء الله. احنا ذاهبين من اجل نتيجه ايجابيه ان شاء الله تخلينا نلعبوا مباراه العوده بكل اريحيه ان شاء الله، ما نعودوش خطا تاع مباراه الفريق الجومبي اللي كان درس كبير لنا. للاشاره ان اللقاء مقرر يوم الاحد المقبل. طبعا بالنسبه لفريق وفاق سطيف الذي سافر منذ يومين يستعد لمباراه وضيبو تدرب اليوم في الارضيه الرئيسيه بالنسبه لهذه المباراه. فريد ملولي، عدم تكرار تجربة مباراة الدور السابق أمام ممثل غامبيا هو المطلوب في هذه المباراة بالنسبة لوفاق سطيفي في انتظار تأهيل اللاعبين الجدد إن شاء الله، وخاصة لما نشوفوا أنه جل اللاعبين
تاع الموسم الماضي هم اللي راهم الان، وجلهم لعبوا المباراه الماضيه امام الفريق اللي تاهل عليه وفاق ستيف. نعم. لكي لا يكرروا نفس الغلطه اللي داروها، لكي لا يكرروا نفس الخطا، المدرب اعترف بالخطا وقال ان المباراه الماضيه خسرناها لانه لم يكن الفريق في كامل قواه البدنيه وعنده اسبوع تحضيرات. الان الفريق تنقل الى تونس وعمل تحضيرات ومعسكر مغلق في تونس، تنقل مع فريق شبيبة الثورة الى موريتانيا في احسن الظروف. نتمنى ان شاء الله الفريق يخرج او يفوز او حتى يخرج باخف الاضرار في موريتانيا، لانه حسب المعطيات اللي عندنا انه فريق موريتانيا يحوز على 7 لاعبين في المنتخب الموريتاني. نعم، وفيهم لاعبان 3 لاعبين من خارج موريتانيا، لاعبين دوليين. منتخب فريق نواديبو الموريتاني اللي راح تكون اللي راح يلعب في ميدان وتحت درجه حراره كبيره وكبيره جدا وخاصه الرطوبه، نظن باللي هذو كامل العوامل راح يكونوا ضد فريق وفاق ستيف، اللي لازم الفريق يعرف كيف يتعامل مع هذه الظروف ويكيفها لصالح الفريق. نتمنى ان شاء الله الفريق يعود بفوز او بنتيجه ترضي الفريق للتاهل الى الدوره باذن الله تعالى. من سيحكم المباراه؟ نفس الحكم الذي ادار النيجر الجزائر. نعم. عيساسي رباعي التحكيم من النيجر، شفناه عيساسي مع هذا لم يرتكب اخطاء. لماذا لم يرتكب؟ ان شاء الله نشوفوا نفس النتيجه ان شاء الله، احنا نتمناه وما تنساش ما دام نفس الحكم ان شاء الله نفس الحكم نفس الحكام ان شاء الله وفاق الصيف يكون في يومه. وان شاء الله انا دائما اقول المباريات تختلف من ملعب الى ملعب. أكيد. من يوم الى يوم، يعني كل اشياء هو نفس الرباعي نفس، ان شاء الله يكونوا في المستوى. ربحوا عيسى سيدار مباراة جيدة مع المنتخب الوطني، المنتخب الوطني كان أقوى من النيجر. أكيد. وأقوى من الحكم. أكيد. وأقوى منهم كلهم. أكيد. لهذا الأمور ومن كل الظروف المحيطة ومن بالمباراة. كل الظروف التي كانت محيطة، يعني بكل صراحة احنا إن شاء الله يكون في المستوى، وفريق وفاق الصيف لابد علينا أنسان نقول إن شاء الله يكون في يومه بإذن الله تعالى. طبعا نتمنى كل التوفيق لكل الفرقية الجزائرية مثل ما حدث اليوم مع شبيبة القبائل التي سافرت إلى الجيش الملكي وفازت بهدف صفر سجل في الدقيقة 18. يزيد بالكوت إذا كانت الصور حاضرة، أعطينا صور تسجيل الهدف من اللاعب هارون الذي سجل الهدف في الدقيقة 18، وعرف أشبال اسطنبولي كيفية الحفاظ على النتيجة إلى الدقيقة الأخيرة. في الشباك في الشباك في الشباك فعلا كانت في شباك الهدف، هدف واحد كان كافي بالنسبة لفريق شبيبة القبائل من أجل الفوز في هذه المباراة والتمتع بأسبقية وأفضلية معنوية وفنية بالنسبة لمباراة العودة. فريد ملولي، شبيبة أدت المباراة التي يجب، مباراة الميركاتو رغم اختلاف اللاعبين، رغم عدم خبرة عديد من اللاعبين، لأنه كي نشوفوا التشكيلة تقريبا بن سايح هو القائد، حارس جديد، جل اللاعبين جدد في هذا الفريق. نعم. في تقريبا 4 لاعبين في التشكيله. نعم. الاساسيه في لاعبين حتى خرجوا من خارج الوطن يلعبوا خارج. نعم. الوطن. نظن باللي فريق شبيبه القبائل نقدر نقول لك وفق الى درجه بعيده بهذا الفوز، واللعب المباشر ضد الفرق سواء في المنافسه في كاس الكونفدراليه او في كاس رابطه ابطال افريقيا في المواجهات المباشره ما يهمش طريقه اللعب. نعم. اللي يهم هو الفوز. اكيد، وهذا ما قامت به شبيبه القبائل. نذهب مباشره عند العارف ببيت شبيبه القبائل عز الدين جودي. عز الدين، كيف تقرأ المباراة اليوم التي كانت أمام الجيش الملكي وفوز الشبيبة؟ صراحة أولا كل شيء مبروك على الشبيبة اللي عمرنا ما شكينا في قدرتها. البارحة كنت نتكلم مع عمر حمنات، تكلمنا كثير وعطيت له بعض، تكلمنا يعني على الفريق الجيش الملكي. أظن الشيء المفرح أنه هناك فريقين اليوم، فريق يلعب في كأس إفريقيا وفريق في البطولة الوطنية، لعب البارحة مقابلة ودية في تيزي وزو، يعني المنافسة شيء جميل يخلينا نتفائلوا بهذا الفريق إذا دخل إلى المجموعات، يعني فراح يعني اللاعبين يزيدوا يشاركوا، اللاعبين المنتدبين الجدد، هذا يخلي انه فريق شبيبه يطمح
إلى الذهاب أبعد حد لما لا كأس إفريقيا هذا الموسم. ولو يعني نظن أن فيه صعوبات، ولكن الشيء الجميل أن اليوم شفنا كتلة من اللاعبين رغم التشاؤم تاع البعض حتى يعني الخارجين أو الداخلين على الشبيبة، فشيء مفرح اليوم صراحة. أكيد أكيد هذا هو الأمر المطلوب بالنسبة للشبيبة. سنعود إليك أيضا لنتحدث، ينبغي أيضا أن نقف عند عودة شبيبة ثورة للمنافسة الإفريقية وبالنتيجة المطلوبة أمام كونكورد أيضا الموريتاني بفوز لشبيبة الثورة التي فازت بهدفين لهدف اليوم. فريق شبيبة الثورة عاد من بعيد، ولو أنه تقريبا كل الأرقام والإحصائيات الموجودة كانت لصالح الفريق الذي كان متأخر بهدف، ثم عاد بالطريقة التي يجب، سجل هدفين وفاز في هذه المباراة. أعطيك الإحصائيات فريد؟ لا، الإحصائيات راهم باينين، لأنه لما تشوف فريق 3 تسديدات على المرمى، نعم يعني مؤطرة، 11 تسديدة غير مؤطرة، ضربات ركنية 11، 77 هجمة بالنسبة لفريق شبيبة الثورة، وأيضا 51 نسبة الاستحواذ، يعني خارج ملعبه وكانوا يلعب في ملعب، وكأنه يلعب في ملعب. ولا يغفلك الأخ محمد أن فريق شبيبة الثورة من بين الفرق القلائل الذين كما قال رايس قبيل اللي راحوا لهم لاعبين هذا الموسم، كل لاعبين أو جل لاعبيه راح لهم بالدوزر هدف البطولة الوطنية، فقط لأنه كل وهشام شريف، كل لاعبين تاع اللي كان الموسم الماضي هم لاعبين هذا الموسم باستثناء لاعبين أو 3، استقرار فني استخدام الإطار الفني التونسي، نعم التونسي يعقوبي قيس اليعقوبي، ولاعبين احتفاظ بجل اللاعبين وتدعيم الفريق بلاعبين 2، استرجاع اللاعبين اللي كانوا مسلفينهم للأندية، نعم اللي كانوا إعارة ذهبوا إلى موريتانيا وكأنهم يلعبون في ميدانهم. هذه هي شبيبة الثورة، وهذو هم الفرق الجزائرية، لما يلعبون خارج ميدانهم وكأنهم يلعبون في ميدانهم، يعني فريق شبيبة الثورة دائما ما يسافر، تقريبا دائما يلعب منافسات إفريقية، يلعب المنافسات الإفريقية داخل الوطن، نعم نعم. لذلك نحييه بهذه المناسبة ونقول ألف مبروك لفريق شبيبة الثورة، وألف مبروك لشبيبة القبائل، وإن شاء الله نتمنى نزيد مباركو تاني شبيبة شباب الوزداد الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله. نريد أربعة على أربعة دور مجموعات بإذن الله تعالى، مثل ما حدث الموسم الفارق محمد زكريني، من حكم المباراة؟ لا شبيبة الثورة يعني فازتان، لا بد أن نتكلم أشياء بمسمياتها. أنا شفت المدير الرياضي لشبيبة الثورة الشكر الجزيل لفريق الوضيب على حسن الاستقبال، على كرم الضيافة، على العلاقات الجزائرية الموريتانية، يعني في أعلى مستوى. أنا تكلمت في التلفزيون العمومي تكلم، يعني وين أشكر بزاف كونكورد، وين في الاستقبال، في النزل، في كل هذه الظروف، لما تكون الظروف مهيئة الفريق يفعل ما يفعله، والدليل على ذلك أنه فاز يعني بكل صراحة. الشيء الثاني الممتاز هو الحكم التونسي هيثم قيرات اللي أدار شبيبة القبائل، لم يتأثر بأي شيء، حكم تونسي خرجوا علينا فيها يعني بكل صراحة. والشيء فيه ثلاث أشياء، أنه تحكم في زمام المباراة، شبيبة القبائل فازت بهدف مقابل صفر، أتكلم عن شبيبة القبائل فاز بهدف مقابل صفر. ثاني شيء شفنا في المباراة حكمة هدى عفان، نعم، التونسية، معناه أن إفريقيا الآن تضع الحكمات السيدات في المباريات. الشيء الثالث والذي أعجبني كثيرا أن زميلي وأخي مرزوق إبراهيمي يعرفه رايس، يعني كان حكم في ديرالي سابقا، الآن هو مسير في شبيبة القبائل، لما سجل الهدف شفته دخل أرضية الميدان ويعنق، يعني مبروك لشبيبة القبائل ومبروك لصديقي مرزوق إبراهيمي. بإذن الله تعالى الأسبوع القادم سنقول مبروك للأربعة أندية الجزائرية بإذن الله تعالى، أسبوعا قبل بداية البطولة وأسبوعا آخرا من تحضيرات فريق نجم مقرى التي توقف عندها الزميل إسماعيل ميلودي الذي خص الفريق بهذه الورقة، وفيها حديث عن تحضيرات النادي وآخر تربص بمدينة أشلف. اليوم سنتربص هنا في الجزائر من حسنة كورونا، وهذا أمر يجب أن نقف عنده أيضا وأن نثمنه، ندم أننا سنتربص بمستغانم بتكجدة وأيضا بأشلف، أمر يحسب وبسرايدي أيضا هناك في عنابة، وهذا الأمر يحسب لكورونا من حسناتها. فماذا عن حسنات موضوع إسماعيل ميلوتي؟ بلوغ
نهائي كأس الرابطة الموسم الماضي ومقارعة كبار القوم في البطولة المحترفة، معطيات جعلت نجم مقرى يحافظ على جدية التحضير والاستعداد لموسم جديد سيرفع فيه المدرب عزيز عباس وأشباله سقف الطموح لتحقيق الأفضل. النجم وفي أجواء هادئة باشر التحضير بمعاقله لأسبوع، بعدها شد الرحالة إلى شلف أين رفع من رتم العمل والتركيز على الجانبين البدني والفني في معسكر كان فرصة لبرمجة ثلاث مباريات ودية أمام شلغم العيد، جمعية شلف وغالي معسكر. تربص سمح باندماج المجموعة التي حافظ فيها الطاقم الفني على 80% من الركائز وتدعيمها بخمسة عناصر شابة من الأمل، وكذا انتداب 9 لاعبين أبرزهم اللاعب السابق لجمعية عين مليلة المدافع بطام والمهاجم عمران من شباب قسنطينة وكذا حارس وداد تلمسان أكريف. إدارة نجم مقرى على رأسها الرئيس عز الدين بن ناصر أكد أن كل الظروف مواتية لتحقيق انطلاقة قوية في موسم سيكون فيه عامل الاستقرار نقطة قوة مقرى بعد الاحتفاظ بالمدرب عزيز عباس وأغلبية اللاعبين، ما يجعل الفريق في أحسن أحواله للوقوف الند للند أمام أقوى أندية الرابطة المحترفة، خاصة وأن الجانب البدني لن يكون مشكلا للمجموعة بالنظر إلى التحضيرات الجيدة التي خضع لها اللاعبون، وبداية المأمورية ستكون من الغرب الجزائري عندما يتنقل الفريق لمواجهة وداد تلمسان في الجولة الأولى من البطولة بهدف حصد 3 نقاط يريدها رفقاء دمان لتكون بمثابة رسالة لمنافسيهم بأن النجم ستكون له كلمته هذا الموسم والهدف والتمركز في كوكبة المقدمة. فهل ستسير رياح البطولة بما يشتهيه أبناء الحضنة؟ زميل إسماعيل ميلودي قال أن الهدف هو التمركز في المراتب الأولى، هل سيكون فعلا الهدف وهل تملكون كل الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية لهذا؟ أولا احنا خلصنا الموسم اللي فات في المرتبة 9، يعني محتوم حتى معلينا بأن أفضل فريق في مرحلة العودة مع شباب الوزد، طبعا شباب الوزد المرتبة الأولى وإحنا المرتبة الثانية، يعني محتم علينا بأن نحافظ على الترتيب تاعنا أو أحسن منه، ولكن الأمر راح يكون صعب جدا الموسم هذا مع قلة الإمكانيات، لأن ما يخفلكش مازال الفرق يعني تعاني كثيرا إلا نقولها أصحاب الشركات، يعني إحنا أصحاب الشركات يتعاني على كل يعني عندهم أريحية كما يقولوا من الجانب المادي، نتمناو يعني تكون هناك تساوي يعني في توزيع الإعانات على الأقل، ما نقولوش تساوي 100%، تساوي 20-30%، تكون تساوي في فرص التنافس، في فرص التنافس. لماذا؟ لأن مثلا هناك عندهم شركات على الأقل إحنا نتحصلوا على دي سبونسور، مثلا شركات وطنية دير الفرق هذه دي سبونسور، لأن هذه الفرق عندما يقول لك مثلا إنسان تقول له أنت هو عنده فيراري وأنت عندك فيلو وتقول له روح تسابق معاه، ما تقدرش، مستحيل، يعني عملية مستحيلة، هذه الحقيقة. يعني نتمنى من الدولة الجزائرية يعني الوعود اللي اعطوها الناس سابقا، يعني الوعود هذه تكون على أرض الواقع. خليني أسألك يعني سؤال ربما عن الشركات التي تقربت من الفريق إثر وصوله إلى نهائي كأس الرابطة، ما فيش اتصالات معها حتى يكون سبونسور هذا الموسم؟ طبعا عندنا اتصالات مع عدة شركات، 4 أو 5 شركات، يعني احنا حطينا لي دوسي تاعنا وننتظروا يعني الرد من هذه الشركة إن شاء الله، ولي ما على الأقل تكون شركة ولا اثنين على الأقل بتدعيم الفريق من ناحية سبونسور، لأن يعني الفريق بالوصول تاعه وكذلك النتائج تاعه اللي حققها الموسم اللي فات أصبح عنده سمعة طبعا في الجزائر، أصبح هذا الفريق محبوب من الشعب الجزائري وكله، احنا كي نروحوا نلعبوا في أي منطقة في الجزائر أو في ملعب نستقبل، يعني يقول لك الشيء اللي درتوه ما داروا حتى فريق، نعم. وأصبحنا كما يقولوا يقتدى بنا في خاصة من ناحية التسيير، يعني خاصة من تسيير المالي، من تسيير الإداري، من احنا من ناحية خاصة ترشيد النفقات هذه، خاصة تسيير الإداري احنا منضبطين بزاف، ودليل ذلك أن الموسم اللي فات احنا الفريق الأول ممكن أو من أحسن الفرق اللي تحصلوا على
ما عندكمش مشاكل مع لجنه المنازعات؟ لجنه المنازعات يعني ما عندناش بزاف، احنا من الفريق السنه اللي ماناش محرومين من الاستقدامات. نعم. وان شاء الله نتمنوا التوفيق. وهناك يعني هذه حقيقه اللي لازم نقولوها، الشيء هذا اللي جا كل بتوفيق خاصه، وكذلك السيد الوالي جلاوي عبد القادر اللي يعني وقف مع الفريق يعني وقفه كبيره، وموش غير في الرياضه فقط، يعني مشى بالولايه في جميع مجالاتها، في التنميه بجميعها. تشوف مثلا السيد مثلا هاو في بوسعاده، تقول مثلا مش عارف هاو في من بعد تلقاه في مقرى، ما على بالناش واش يعني حقيقه. هذا يعني هذا هو الامر المطلوب من كل المسؤولين، يعني من كل المسؤولين حتى نكون في خدمه الجزائر. هذا هو الامر المطلوب. هذا الشيء الثاني كذلك، السيد وزير الشباب والرياضه تكلمنا معاه في النهائي، وكذلك هو في الندوه الصحفيه نتاعو تكلم على ملعب مقرى، مازال نقائص كبيره في الملعب. نعم. نتمنوا هذه الشيء اللي تكلمنا معاه مع السيد الوزير يتجسد، يعني لان هذا الملعب محتاج. تتصور انت مثلا منصه شرفيه مش مغطاه. احنا ماذا بينا هذه الامور، لانه ما دام انك موجود نتمنى ان نصل بحل لكل هذه المشاكل حتى يتمكن التلفزيون الجزائري من نقل المباراه. هذه هي، لانه ممكن انه الناس ما تعرفش هذه الامور، يعتقدوا انه الامر يتعلق بوضع حافله ووضع كاميرا ونقل المباراه، ما يعرفوش انه فيه امور تقنيه، فيه ترتيبات على عده مستويات حتى يكون فيه النقل المباشر، لما لا تاريخيا من نجم. طبعا احنا نتمناو باللي التلفزه الوطنيه او تنقل المباريات من ملعب مقرى. نعم. وهذا اللي نتمناوه كل الجمهور الجزائري والجمهور تاعنا من مقرى يتمنى بها تجينا الحافله تاع التلفزيون، ولكن مش بالسهل كما تظن. نعم. الناس. نعم. لان هذا الملعب محتاج للترميمات، محتاج حتى تصور انت منصه شرفيه لحد الان يجيوك مثلا ضيف ما عندكش وانت مازلت مش مغطاه، مثلا لي فيستير، مثلا اماكن التصوير، اماكن التصوير مثلا الكليراج، اماكن التعليق، اماكن التعليق. ما كنت تقول انت التصوير مثلا يجيك مثلا احنا العشيه بالالياف البصريه، امور كثيره، امور كثيره، لانه حتى ربما الجمهور يسال في كل مره، لكن الاجابه واضحه ونحن هنا دائما نجيب في هذه الامور. بالنسبه للاضاءه ايضا، لان نعرفوا المدينه سخونه في الصيف طبعا. نعم. احنا مثلا عندما دركم يجي تظلم الظلمه شويه، وخاصه نضرب في الوقت الراهن، الاولاد الصغار راهين بعد الدراسه وقت ايش الربعه ونص الخمسه، دروك على الخمسه هو مغرب، اذا ما عندهمش اللي يدربوا هذ الاولاد. نتمنوا يعني من السلطات، لان احنا هذا حق شرعي هي الحقيقه، نتمنوا ان تتجسد هذه الامور على ارض الواقع. نتمنوا احنا رانا في خدمه الجزائر اولا، اللي نتمنوا احنا مستعدين، يعني ما عندنا حتى شيء اللي دايرينه لانفسنا مثلا، شيء كل مقدمينه لهذا الفريق ومقدمينه خدمه للوطن، وحنا من اجل الجزائر نقدروا نسمحوا في كل شيء. ما عندناش مزيه في هذه. هذه الكلمات محفزه طبعا بالنسبه لفريق النجم مقرى. فماذا عن التحضيرات التي يقوم بها فريق مولودية وهران، فريق عزينا يجودي؟ نتابع المراسلة بتوقيع سيف الدين بن زرداد ثم نعود للنقاش. هي الحصص التدريبية الأخيرة لفريق مولودية وهران قبل أيام قليلة تفصلنا عن انطلاقة الموسم الكروي الجديد. حصص سبقها تربص تحضيري بمدينة شلف سمح للمدرب الجديد عز الدين يجودي بالوقوف على مستوى التعداد الذي تغير جلده مقارنة بالموسم الماضي، بعد مغادرة كوادر الفريق واستقدام 13 لاعبا يتقدمهم ثنائي وداد تلمسان الحارس صوفي كمال والمهاجم بالعريبي، وثنائي هجوم أمل عين مليلة دهار وجعبوط، زيادة على مدافع شباب الوزداد زكريا خالي ووليد علاتي من مولودية الجزائر. تربص كان ناجح لحد ما نظن وين دانا مباريات ودية، دانا سي ماتش أميكال، وين الطاقم الفني وقف على القدرات تاع اللاعبين وزدنا طلعنا رشاش شوية بلي ماتش. نظن بلي الحمد لله أنا جو بونس كو الستاج هذا فات مليح. نظن الحاجة اللي كنا باغيين ندوها منه ديناها منه. التحضيرات تديري في ظروف عادية كيما كاع لي زيكيب، سيرتو هذا العام احنا لامسيو اللي راهي الناس تستنى في الفريق باش نديرو موسم كبير بارابور لا سيزون اللي فاتت اللي كانوا من بين احسن الفرق في القسم الاول. ان شاء الله هذا العام وين نكونوا عند حسن الظن ان شاء الله، ونديرو موسم شباب ان شاء الله.
تعاقدات قابلها بقاء 11 لاعبا من التعداد السابق، أبرزهم لاعبي الوسط بنوة ولقرع وشاوتي، بالإضافة إلى ثلاثي خط الدفاع نعماني مكاوي وبن علي. تركيبة بشرية يسعى الطاقم الفني إلى ضبط معالمها قبل بداية الموسم. احنا بدينا نوعا ما متأخرين مقارنة بفرق أخرى، ولكن رانا يعني في التقييم الكلي ماناش بعاد كليا. كانت هناك مباريات ودية مع عمدا يعني 6 مقابلات في غضون أقل من 9 أيام. راكم شفتوا يعني رايحين ندخلوا البطولة الأسبوع الجاي، فالتقلق تاعي أكثر هو كيف الفريق يدخل بدنيا وتكتيكيا. قلت أكثر من يعني حوالي 70% من التغييرات اللي صارت في الفريق، فهذا شيء يعني لابد نعمل عليه، لابد باش نصحه. هذا وستشد المولودية الرحال إلى قسنطينة لمواجهة الشباب المحلي في الجولة الافتتاحية، مباراة تشكل أول اختبار حقيقي للحمراوة. طيب، من البلاطو مباشرة نعود إلى وهران، إلى المحطة الجهوية، وعزدين أيجودي مدربا لفريق مولودية وهران. عزدين أيجودي، مشروع جديد مع مولودية وهران وأسبوع قبل البداية، هل يمكن أن نقول أنه بحكم الاستخدامات، بحكم استخدام 13 لاعب مثل ما قال زميل سيف الدين بن زردة، هل وصل الفريق إلى الجاهزية؟ هل هناك تشكيلة مثالية تدور في ذهن المدرب عزدين أيجودي للمباراة الأولى؟ نعم، يعني هناك تشكيلة يعني تقريبا 80-90% من اللاعبين، فيه تغييرات نعم، فيه أشياء جميلة شفناها عند اللاعبين، ولكن فيه بعض اللي مازال ما تحركوا ما مشاوش يعني في هذه الفترة. كما قلت التحضيرات كانت قاسية نوعا ما بحكم قصر المدة تاع التحضير، ارتأينا باش نعملوا أكثر على المجموعات، درنا مجموعتين وين كل فريق كل مجموعة تحاول يعني تلعب بين 70 إلى 90 دقيقة، حتى يعني ليس اكتشاف بل هو يعني معرفة دقيقة أو معرفة جيدة للاعبين لمستوى اللاعبين. كما قلت لك فيه أشياء جميلة شفناها، فيه أمور اللي مانيش فرحان بها، ولكن يبقى يعني إذا كان هي الأمور اللي ماكش فرحان بها سي عز الدين بن ناصر تكلم على مشاكل أو تسيير البطولة ككل، فصراحة يعني احنا كمدربين تقلقوا أكثر، لأن إذا كان شفنا معظم الفرق تعاني ويعني معدل الشهريات تاع اللاعبين لا تتعدى 3 أشهر خالصين، ومن بعد يمشيوا إلى لجنة المنازعات، فهذا يقلق نوعا ما بقدر ما احنا نتمناه أو نطمح إلى رفع المستوى البطولة، بقدر ما كي تشوف 400 قضية في المنازعات تتقلق نوعا ما وتحرجك أمام اللاعبين، لأن يعني قدرات الفرق تتضاءل، يعني اللهم إذا استثنينا بعض الفرق اللي مسيرة بشركات، فنحن نتمنوا أن الأطروحة هذه أو حتى يعني الأمر الجديد مع السيد الوزير لوزير الشباب والرياضة اللي أراد أنه يدير يعني نوع بين قوسين ثورة جديدة في نظرية الكرة الجزائرية، لأن صراحة لابد من إعادة النظر في كثير من الأمور اللي تقلقنا احنا أصحاب الميدان، لأن احنا نعيش مشاكل الميدان، احنا نعيشها ونشوفها عن قرب، فهذا يشكل لنا يعني سواء احنا كمولودية وهران أو كفرق أخرى اللي تخليك أنك يعني نعم يا ما تقدرش تطمح إلى لعب أو إلى تكوين أو حتى يعني هذا هو السؤال عز الدين، هذا هو السؤال بالنسبة لفريق بالنسبة لفريق مثل مولودية وهران. أكيد أن الطموحات كبيرة، الفريق يبحث عن ألقاب منذ مدة ليست بالقصيرة، الفريق الموسم الفارط أيضا حاول واقترب من لعب
على الأدوار الأولى، ربما ما هي الأهداف التي اتفقتم حولها بالنسبة لهذا الموسم؟ شوف يعني قبل الأهداف نقول أنه أنا اليوم عندي أكثر من شهر هنا في وهران، اكتشفت مدينة كبيرة الله يبارك، يعني تطور العمران تطور المدينة شيء جميل، ولكن يبقى فريق مولودية وهران اللي نعرفوه فريق كبير، ما عندوش هذيك يعني التطور اللي عرفته مدينة وهران. نتمنى أن هذا يكون أكثر، حتى احنا اليوم أنا كمدرب جيت إلى وهران ما جيناش باش بقدر ما جينا باش نطمح إلى لعب أدوار أولية. الموسم الماضي صح كان هناك فريق لا بأس به محترم وكان من أحسن الفرق في البطولة، ضيع مراتب أولى هكذا فقط. اليوم احنا نطمح إلى تحقيق نتائج إيجابية، تحقيق مراتب أولية نتنافس عليها، لما لا حتى يعني مولودية وهران تشارك مستقبلا دوليا. فصراحة يعني فيه إمكانيات كبيرة، ولكن لابد من إعانة. الإدارة اليوم برئاسة سيد محياوي تعمل صح، ولكن إذا ما فيش وقوف، إذا ما فيش إعانات يعني مدروسة صراحة، يعني نبقاو دائما بمشاكل ككل فرق، نوليو ككل فرق كما نقولوها. طبعا بالنسبة للمباريات الجولات الأولى بالنسبة للفريق، يلعب في قسنطينة مع شباب قسنطينة، ثم الاستقبال بوهران مع بارادو، ثم اللعب أمام أولمبي أندية. بالنسبة لثلاث مباريات الأولى، كيف يتوقعها مدرب الفريق؟ هل ساعدت هذه البرمجة قرعة المحترف الأول؟ شوف أي برمجة، حتى يعني لو دوك يعيدوا هالبرمجة ويعودوا التيراج والصورة على الشامبيونة، دير قراءة يعني نفسها، لأن يعني راح تبدأ البطولة وما نقولوش بمفاجآت، ولكن تبدأها تحاول أنك تبدأها بقوة، راح يعني تمد الكل في الكل. نتمنى أنا كما قلت اللاعبين تواي، كما قلت حتى يعني هنا في وهران، احنا تحذيراتنا تحذيرات مبنية على موسم كروي وليس على مقابلات فقط. يعني نتمنى أن الفريق يدخل إن شاء الله بقدرات عالية إن شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا آخر سؤال حتى ندحك ترتاح عز الدين أي جودي، رسالتك لأنصار فريق مولودية وهران قبيلة بداية الموسم، خاصة أنه ممكن جدا عودة الأنصار بأقرب وقت للمدرجات. احنا نعرفوهم يعني أنصار مولودية وهران كرويين، يعرفوا الكرة صراحة، يعني نتلقوا بهم خارج الملعب، يعرفوا قيمة اللاعبين، يعرفوا يعني، ولكن عندهم ثاني دراية بمشاكل الفريق، عندهم دراية ما ينقص الفريق. نتمنى أنهم هما يجيبونا سكينة، يجيبونا تشجيعات، يجيبونا يوقفوا معنا إن شاء الله، يعني سنفرح جميعا. أنا صراحة يعني الأنصار هما السند، أنا قلت لهم أنه تطور العمران وتطور مدينة وهران كما يقول لك تغاضوا على تطور مولودية وهران. نتمنى إن شاء الله نكونوا عقبة يعني جيدة اللي تخلي يعني فريق مولودية يزيد يخرج من هذا كما نقولوا من هذه الحرجيات من الوضع الحالي، من المشاكل البسيطة اللي تخلي الفريق دائما يعاني في النتائج. راكم شفتوا سنين عديدة مولودية ما شاركش دوليا، فنتمنوا إن شاء الله يعود اللهم دوليا بإذن الله تعالى. طبعا عز الدين أيجودي مدرب مولودية وهران كنت معنا على المباشر، شكرا لك عز الدين أيجودي. شكرا لك. مباشرة إليك أيمن بكرة، تحذيرات الفريق، لعبتوا خمس مباريات ودية، تربص كان هنا بي العاصمة ثم بي سرايدي بي عنابة، نفس السؤال سؤال كلاسيكي، هل أنتم جاهزون لبداية البطولة؟ كما يقول لك تحذيرات كانت هنا في الجزائر بسبب وبا كورونا اللي منع بزاف لي زيكيب باش يخرجوا يديروا تحضيرات برا، وصافي كورا دوما فين نديروا لي ستاج برا،
والحمد لله الإدارة وفرت لنا بزاف حاجات ملاح في الظروف سواء ستاف تكنيك ميديكال كامل وفرنا كلش باش نكونوا ملاح ان شاء الله وان شاء الله نكونوا بيان الشامبيون ان شاء الله. طيب انت عملت مع عدة مدربين اجانب بالنسبه لفريق اتلتيك بارادو الموسم الفارط شفنا الاستعانه بخبره مدرب شريف الوزاني الذي قاد الفريق في مرحله العوده. وش هو الفرق بين المدربين او بين التجربتين؟ وش هي الامور اللي جابها شريف الوزاني بالنسبه للفريق اللي يعرفه جيدا؟ شريف الوزاني نحيه بالمناسبه اللي هو معروف بالفيزيك كما يقول لك والاراده اللي عنده اللي خلى سيرتو كي رجع معنا العام اللي فات في لي ماتش الاخرين رجع الاراده هذيك فيزيك يعييكم يعييكم اللاعبين عنده 20 مينوت هذيك اللي لازم تبدا بها 20 مينوت 25 مينوت كما قلت لك معروف هو بلي يخدم فيزيك بزاف وعنده هذيك الاراده تما يوصلها للجوار باش يكون توجو عنده الحراره هذيك باش تربح الماتش. خليني نسألك سؤال ربما طريقة أخرى. تدرب عند مدرب هو لاعب دولي سابق متوج بكأس إفريقيا، لعب في مولودية وهران على أعلى مستوى، لعب ومثل البطولة الجزائرية ولعب الجزائري في كل البطولات والمحافل الإفريقية، وش يضيف لك أنت كلاعب شاب؟ بيان سور وحافز لي ثاني باش ديجا صافي بليزير كون نخدم معاه باسكو النصائح اللي يمدهم لنا كل يوم اللي يخليونا شغل حنا ثاني نطوروا ونشوفوا نديفلوبيو البون بزاف حاجات ورانا نتبعوا فيه ان شاء الله الحاجات. وش هي الامور اللي ركز عليها؟ ابار الفيزيك ما عدا الفيزيك الفيزيك والسيريو هذا هو يحب واحد سيريو خدام. طيب يريد الانضباط يريد العمل ثم العمل، فماذا عن التربص الذي عرفه الفريق بمدينة عنابة في مركز أيضا يليق بتحضيرات المنتخبات الوطنية تعلق الأمر بها سرايدي؟ الموضوع والورقة بتوقيع الزميل علي جعفر. نادي أتلتيك بارادو الذي أنهى الموسم الفارط في منتصف الترتيب لم تدم راحة لاعبيه سوى 15 يوما بعد موسم شاق وطويل. الفريق شرع في التحضير للموسم الجديد بغابة بوشاوي بالعاصمة في 18 سبتمبر وعمل لمدة 5 أيام على الجانب البدني بقيادة المدرب سطاهر شريف الوزاني. سيفري برك بدينا شوية أوروطار بدينا لو 18 التحضيرات سي لو بروميي ستاج تمنينا كنا نبداو لو 12 ولا لو 15 لا غالب باسكو اللاعبين تاعنا العام اللي فات داروا ان سيزون تاع 11 موا وين مام هذه الراحه اللي داوها سي 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 نقول قادو انسيفيسون باسكو سي سي مونتال سي لا بروميي فوا دونك الحمد لله الاداره دارت كاع كيما يقول كاع الوسائل باش تسترجع اللاعبين تاعها لو 18. أبناء الأكاديمية رفعوا نسق التحضيرات بمركز سيرايدي في المعسكر الأول فكان التركيز على الجانب البدني ثم الفني فالتكتيكي. رفقاء القائد طارق بوعبطة أجروا خلال معسكر سيرايدي 3 لقاءات ودية ضد اتحاد بسكرة وحمر عنابة واتحاد الشوية ثم أتبعوها بالعاصمة بلقاء رابع مع اتحاد العاصمة ثم أهل برج بوعريج. حقيقة كان إرادة في بعض اللاعبين كان زعما انوفي دو ترافاي ثاني دونك وحنا نحضروا حنا البطوله لي سالونس ديفيسيل بالك تمن العام اللي فات وين نقول بلي كان كوب دي موند 2022 جو كرو تحبس المواد مي دونك يلفو نكونوا بارمي الاول ان شاء الله باذن الله. ما يخفاش عندنا لاعبين شبان موك ديكسبيريونس دونك اون ايساي دو بيان بريباري فيزيكمون تاكتيكمون وسيرتو مونتالمون باش يكونوا جاهزين ونعطوا الفرصه كاع اللاعبين تاعنا باش يبدلوا مجهود ان شاء الله. اداره اتلتيك بارادو تعاقدت مع مدير فني جديد هو البلجيكي سيلفان ديويرت وانتدبت لاعبين اثنين هما الحارس الدولي عبد الرحمن مجادل من اولمبي المديه والمهاجم حسين عواد من سريع غليزان. وعلى امل تقديم موسم استثنائي يواصل الفريق التحضير بجديه كبيره بحثا عن انطلاقه موفقه أمام المنافس الأول جمعية أولمبي شلف. طبعا أتلتيك بارادو في كل موسم يتغير يغادره لاعبون يبيع لاعبين غير أن فلسفة الفريق تبقى هي نفسها. السؤال هنا مباشرة إليك أيمن، في كل موسم
شوفوا لاعبين يخرجوا من الفريق لأندية جزائرية أو حتى للخارج، مع ذلك الفريق لا يتغير ولا يتأثر، يلعب بأريحية طيلة الموسم. هل هي فلسفة الأكاديمية أو عدم وجود ضغط الجمهور أو عدم وجود ضغط اللاعب على الألقاب؟ دكتور دو، هذه الفلسفة تاعها تكون لي جوار باش تبيعهم لبرا وتخرج لي جوار اللي راهم عندها تكون فيهم صغار. هي فلسفة الفارق بسهولة. أنا أعطيت له سؤال طويل، أعطيت له كل الاختيارات وجاوبني بثلاث كلمات. معروفة. في ثانيتين. طيب، في فلسفة الفارق ما هي الأمور اللي ركزوا عليها في الأكاديمية في اللعب؟ كيف تقرأوا كرة القدم أكاديميا؟ هو كما يقول لك لعبوا سامبل، دوتوش لعبوا البانو وملي تنوطا غير البانو. كل التدريبات بالكرة في مركز سيدي عباد. سيدي عباد. انت لعبت في الاكاديميه الموسم الفارط تقريبا، كنت حاضر في 31 مباراه بالنسبه للفريق. عندكم اهداف واضحه هذا الموسم مع المدرب؟ ان شاء الله الاهداف تاعنا ان شاء الله نكونوا بارلي 5 بريميرز ان شاء الله، طموحات هذه كيف هذا وشام. شفنا في الفريق في الموسم الفارط وصل في مرحله انه كان عنده مرحله سوء نتائج ثم عاد بعدها بقوه، ماذا حدث بين المرحلتين؟ كما يقول لك جزنا باساج فيد، كان صعيب علينا باش نولي. طولتوا في الباساج فيد؟ طولنا فيه والله. والحمد لله اللي رجعنا مع الكوتش شريف، قلت لك رجع هذيك الاراده اللي ولينا شدينا رواحنا. استقدام بالنسبه لحسين عواد وميجادير بالنسبه للفريق، ما هي الامور اللي اضافوها طبعا مع ترقيه لاعبي فريق الرديف؟ اضافه كبيره ومليحه لنا، سيرتو مجاد اللي راهو مع الكوتش بالماضي نحييهم بالمناسبة، وعود حسين ثاني ومعروف ثاني في زوج ملاح ان شاء الله يعاونونا هذا العام ان شاء الله باش نكونوا بيه. هذا الموسم ما كانش عندك عروض للمغادرة؟ كانت كاين عروض بصح مع الإدارة، مع داخل أو خارج الوطن؟ داخل وخارج الوطن. تسمى ما حبش يقولنا واش من عروض الموجودة. خلوك حاضرين للمباراة الأولى؟ حاضرين للمباراة الأولى؟ ان شاء الله. طيب لو سألناك ربما عن بعض الصفات اللي كانت موجودة في بعض اللاعبين اللي تعرفهم، يوسف عطال مثلا، أهم صفاته لما لعب في الأكاديمية؟ صفته كان يخدم بزيادة وكان يقصر بزاف ويضحك بزاف. بالنسبة للبوداوي كيف بوداوي كان صديقي المقرب كما يقول لك. صديقك المقرب، بحكينا أهم صفات صديقك المقرب والخجول، يقولوا أنه بوداوي خجول. ما يحبش يبان بزاف. ما يحبش يبان حاليا راه يبان بزاف. بصح ما يحبش يبان بزاف هكذا في التلفزيون، يتخبى. جوزنا وقت مليح بزاف وصافي بليزير، وين رانا نشوفوه دوك ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله وما خير ان شاء الله. ادم زرقان ثاني صديقي المقرب وراكم شفتوه. يعني انت كل اصدقائك المقربين غادروا. ان شاء الله نلحقوهم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. لما لا؟ رئيس، اهدافكم واضحه هذا الموسم؟ طبعا الهدف الاساسي هو ضمان البقاء ديال الحقيقه. شوفوا كيما يقولوا تكون عندنا نثبتوا رواحنا في الرابطه المحترفه الاولى، تكون عندنا تقاليد، تكون عندنا ديجان كيما يقولوا. احنا بدينا جميع الفئات الشبانيه بديناها بكري قبل السينيور، كلها تدرب، كلها عندها سطال الطواقه من تاعها من ليكول حتى لجميع الفئات الشبانيه حتى للرديف السينيور. يعني نتمناو يعني في المستقبل القريب ان شاء الله تكون عندنا خزان تاع الفريق ان شاء الله من هذه الفئات الشبانيه ان شاء الله. نعتمدوا كثير على لاعبين تاع المنطقه، مش مقرى فقط، المنطقه ككل. ونتمناو كذلك تضافر جهود الجميع، لان الفريق هذا ما يسيرش بشخص او زوج او ثلاثه، منه رجال الاعمال كذلك، رغم ان الجائحه اثرت كثير، جائحه كورونا اثرت كثير على الجميع من اقتصاد وغيرها. نتمنى تضافر جهود الجميع باش ان شاء الله نؤدي موسم ان شاء الله يكون موسم خير من الموسم اللي فات ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى اننا نبداو مليح، نتمنى اللاعبين كذلك يكونوا في حسن الصوره اللي رانا واضعينها فيهم، وضعها فيهم الجمهور كذلك تاعنا. جمهورنا شغوف، يحب الفريق بزاف. نتمنوا كذلك من على هذا المنبر يديروا لي فاكسا، لان مطلوبه هذه الحقيقه، مطلوبه ليه لنفسه اولا قبل ما انه ما يجي باه يدخل الملاعب. هذه الفاكسا مطلوبه ليه باه تكون حمايه ليه،
لان ممكن تكون هناك ولي ممكن اللي قدر تكون هناك موجه اخرى يعني نكونوا مستعدين لها وبعد ذلك لان نحمو انفسنا في نحمو نفسنا انفسنا نعم. هذه الحمايه بالفاكسان نعم. ومن بعد كذلك الملعب لان بعد ما يقدرش يدخل الملعب بدون فاكسان هذه هي بالبورقه تاع التلقيح ونتمنى تذكره الدخول الى الملعب تساوي التلقيح هذه نعم. هي يكون عنده البطاقه نتاعو تاع التلقيح يجي داخل بها الملعب ما يجيش واحد هكذا يكبرك يعني اعتباطيا يجي يقول لك انا نجي ندخل ندخلني بوليسي ولا يدخلني فلان ولا يدخلني نعم. عزدين بن ناصر هذه ما كانش طيب. لازم تكون عنده هذه الورقه انا واحد ما راح يدخله. نسينا سؤال مهم جدا، تحدثنا عن كل الانديه الجزائريه اللي تشارك خارجيا قاريا ونسينا الحكام الجزائريين اللي يشاركوا قاريا ونسينا ما تكلمناش عن التحكيم المحلي بطولة كامل الفرق تحكيم سنعود اليه لانه حتى تحضيرات الانديه الجزائريه لم نكملها نحن نطرح لك ثاني واحد السؤال تفضل الحكام الجزائريين بطبيعه الحال يعني راهم شاركوا في هذا الكاس افريقيا حتى في الانديه عبيد شارف كان في موريتانيا وين ادار موريتانيا والفريق تونس ادار مباراه جيده مصطفى غربال كذلك ادار مباراه السودان وغينيا ادار مباراه جيده يوم 23 اكتوبر هذا ان شاء الله لحلو بن براهم اللي راه مصنف في كاتيجوري بي في لاكاف ثان سيدير مباراة كأس الكاف في بنزرت يعني لا عند الحكام توعنا كلهم راهم يشاركوا وهل سيكونون حاضرين في كأس العرب؟ بطبيعة الحال لم تضبط نهائيا لأن ما زال أكثر دائما أنا أقول القائمة النهائية تضبط حوالي شهر أو أقل من شهر قبل بداية البطولة راه عندهم تربص كما جبت عندهم كأس إفريقيا في الكامرون عندهم تربص يبدأ يوم 25 أكتوبر راح يكون فيه مصطفى غربال لحلو بن براهم إتشيالي قراري هم اللي راحين يكونوا في القاهرة أنا سألتك عن كأس العرب لأنه أيمن ما قلناش وش هو الهدف المتوقع اللي قال لكم مجد بوكرة من المشاركة في كأس العرب إن شاء الله رانا طموحتنا إن شاء الله نروحوا بعيد فيها إن شاء الله وش قال لكم بالضبط هو إن شاء الله رانا نخدموا باش إن شاء الله نوصلوا لافينال إن شاء الله لافينال يعني ما ترفدوهاش إن شاء الله نديوها بإذن الله تعالى حتى القائمة النهائية تاع اللاعبين الذين سيشاركون في كأس العرب لا ندري من هي القائمة يعني بإذن الله تعالى يكون فيها أيمن ما دام أنه كان موجود في الأربع مباريات السابقة احنا ماذا بينا يكون ماذا بينا المنتخب الوطني على فكرة فاز أمام ليبيريا بخمسة أهداف المنتخب الأول ليبيريا وأمام سوريا بمنتخبها الأول بهدفين وأمام بوراندي بثلاثية ثم ثلاثية لا عندنا فريق ممتاز أنا أقول وأكرر لأن في راسي نتائج يحق لنا أن نفوز سنفوز هذا مشروع سيدعم حق مشروع سيدعم ببلايلي سيدعم ببراهيمي ببنجاح بكل لاعبين بالعام جمال بالعمري أنا عارف أنهم سيدعمون بهذه بهؤلاء اللاعبين ما عندناش مدافع أيمن من طينته في البطولة العربية يعني حيكون هو لا راح يكون نتمناه إن شاء الله يكون وما ننساوش ثاني بطولة عربية معترف بها من طرف الفيفا بطولة عربية لها أموال طائلة حوالي تقريبا 8 ملايين دولار يعني تشرف عليها الفيفا هذا هو الأمر الأهم يعني تشرف عليها الفيفا القرعة لتصفية كأس العالم لإفريقيا ستجري في الدوحة إفريقيا وأوروبا وأوروبا في الدوحة أيام كأس العرب لأن كأس العرب الآن أصبح لها صدى كبير في العالم لهذا نتمنى إن شاء الله البوغرلا والمدرب بوغرلا والمنتخب الوطني إن شاء الله ولما لا سيعودون بالكأس وبثمانية ملايين دولار إلى الجزائر لما لا بإذن الله تعالى أيمن بوغرلا والمدرب مجيد بوغرلا يعني ماجيك كبير وماجيك صغير وش يقول لك عليها أنا مجيد بوغرلا بوغرلا ومين بوغرلا يقول لهم تقولوش بوغي يقول لهم أنا يا بوغي هو بوغي كبير أنت بوغي صغير طبعا يزيد بالكوت كم تبقى من دقائق الشوط الثالث يزيد بالكوت يقول انه زمن البرنامج انتهى اخر الكلام اتمنى ان شاء الله تكون الحصه جست سلسه وخفيفه خاصة بوجود الرئيس وبوجود ايمن ونتمنى ان شاء الله كامل الخير للمنتخب الوطني ولكامل الشعب الجزائري باذن الله تعالى ونوجه رساله للجمهور الشغوف بكره القدم الجزائريه انه باهي نصر الفريق تاعو لازم يروح حتى يلقح الى مراكز التلقيح اذهبوا الى مراكز التلقيح بقوه لمناصره فريقكم ونتمنى لكم ان شاء الله غير الخير والسلام عليكم قل لهم سنلقاكم في بلاطو مباشره من ملعب
بن عبد الملك. بن عبد الملك نعم. شباب قسنطينة. ومولودية وهران. بإذن الله تعالى. شكرا لك أيمن، رسالتك لأنصار أتلتيك بارادو، رغم أنهم مش كثار لكن فيه اللي يحبوا المتعة والكرة. إن شاء الله رانا هنا باش نزيدوا نشرفوا إن شاء الله كامل اللي يحبوا بارادو، إن شاء الله نكون على حسن الحال إن شاء الله. يعطيك الصحة بارك الله فيك رايس. والرسالة نوجهها للجمهور تاعنا. شوالي يعني انه عنده عندك 10 ثواني كهضرت بزاف على الجمهور 10 ثواني فقط. نتمنوا ان شاء الله يكونوا بقوه، ونتمنوا كذلك يروحوا للتلقيح لان نحتاجوهم، ويكونوا ان شاء الله سند للفريق، وحنا ان شاء الله راح نكونوا عند حسن ظنهم باذن الله ان شاء الله. باذن الله تعالى كل التوفيق. ماشي 10 ثواني، عندك 10 ثواني يزيد بالكوت قال. لا يزيد بالكوت، يزيد بالكوت 10 ثواني، زيد لي شويه 10 ثواني مع البرمجه. اول نعم. أولا قبل شوي، الشبان اللي أقل من 16 سنة لا يحق لهم الدخول إلى الملاعب. نعم. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية، كل من لقح نفسه ولديه البطاقة له الحق أن يدخل. الذي لم يلقح نفسه لابد عليه أن يلقح نفسه ابتداء من غد. باش المكاش ما عندوش بطاقة التلقيح لا يدخل إلى الملاعب، هذا شيء مفروغ منه. الحاجة الثالثة، تكلمنا كثير عن الأكاديميات، والأكاديميات في كرة القدم هي الأهم. بالأمس كنا في مدينة المدية، فتحوا في التيتري الولاية التاريخية الرابعة، وإحنا بمناسبة 17 أكتوبر وما حدث في نهر السين وما حدث من الجزائريين الذين استشهدوا رحمة الله عليهم من أجل الجزائر، فتحوا أكاديمية أمل وداد المدية، فريق يلعب تصور فريد في الدار في الريجونال دو الدرجة الخامسة، وفتح أكاديمية يعني لو تشوفها واحدة من أحسن الأكاديميات، يعني ودروا مباراة، والذي يشرف عليها هو اللاعب السابق للوفاق ستيف والشبيب تبيجايا أمين ميقاتل. يعني بكل صراحة يعني قاموا يعني داروا دورة كرية بكهول الجزائر، لافا جمعية كهول الجزائر، يعني ودار مع الصحفيين مع اللاعبين القدامى، كان مطام، كان سامر حوحو، كان بني صبيح، كانوا يزيد بكوت قالك خلاصت يعني حتى يعني علاقتك مع يزيد خلاصت. مباراة بن عبد المالك ستكون متلفزة بإذن الله تعالى، يكون فيها الفار بإذن الله تعالى. سيجيبنا عن ذلك رئيس لجنة التحكيم الأستاذ محمد بشاري بإذن الله تعالى، وستجيبنا عنها أيضا الأيام القادمة إن أراد لنا الله في ذلك عمرا بإذن الله تعالى. في النهاية شكرا يزيد بالكوت، شكرا لإسلام مباركي، شكرا لكل من ساهم في إعداد هذا البرنامج، وكالعادة عيش حياتك وكن صادقا، ولا تنسى أنها أياما وفقط، لذلك اسعى للخير وفقط، ولا تنسى أن الوطن أم والأم وطن. اللهم شافي كل أمهاتنا، واللهم شافي والدتي. شكرا لكم، السلام عليكم.